حروف العطف. عن أحرف العطف الدرس يا مازن. الواو أو ثم الفاء بل لكن. الواو في الأول في الجمع تستعمل. البيت والحي والحق والمعمل. يا أيها الشطار دوما بأو نختار. قد نقرأ القصص أو نكتب الأشعار. وتفيد في الترتيب ثم هي الأجمل. نمضي إلى السوق ثم إلى المشتل. حرف لطيف بل اذكره يا راغب. لا تكثر اللعبة بل أكمل الواجب. الفاء للترتيب دوما مع التعقيب. الضيف يأتينا فنهم بالترحيب. نستدرك القول بالعطف مع لكن. ما زارنا قيس في بيتنا لكن. قد زارنا سعد وصديقه يامن.